بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الدرس التاسع عشر كالسقالات وحنكو قادنا هنا الفاء والقاف. الفاء ذي قاف كسيدي وكلا سيدي أي برغي سودة بسعودين أن نسخة جوغنو كلاوهي ماذا حاس أو مدموس كاو كيوغا أو لغدريبا يكون فاء إسلام ماذا حاس أو لغدري نون يوحو نغنيا قاف لبعيه مرنا قران كسينينا مرنا قيبتانا كسينينا قولوا حاجرتا قاف قدام بقوي هاي دال لوغي سدح دبعود يكوس كاسير كاه كوسكي هل كان الدال واه كدبنا قولا داس دي نون كودا با انتان كسميسن واجران واقولا جرتو او كتبها كتبها بدن سو ساران اجرو سيدا سو قران فادي قافكم مركي بلوغي يهين هذا اوغو فدودين كوي هوري واسدانون واسدان شرد مائلة وكاسا وحي عن هاين كوح دي كالي او سيدان وحوقا دانيسي رادين سيدان اوغاتين كل واس لما الكيس بدل مجرى هالكان كوح دان لكن وابا قوة دا مدى حسنا واقوة ايا وايا ادى مركي لغدر ايا مدى حسنا واقوة داحد مركي كجران وافرين وكيرهن كوه رمهن آذي ويقهن الفقراء وكيرهن ماهن واسل السيدئون اي فرقي قول حياه مركي بلوغيهن يا مركي داحد كجران وادبعهن وكاس ف هي فاء قاف فاء قاف فاء قاف لحظة مركي كجران فرق ير من جروها بيراته دماتك مركي يهين سيدي وكلا بدنا يهين مركلة فاء ذي واتاس قاف كينا وكاس أنفق يقف فا كليجيت قاف كليجيس قاف بلاوة هي فا بلاوة سكومي دواية حروفتي انقار بدن فتحي قاف لحظه كجرا هي فاء لحظه كجرت واسكمت فاء رماد اه يو قاف رماد هذه افت فدودهن واسو كوب كوبي جمله دي ايدا هاد ما كو عيشان كرنا مركله او ما دهي كرنا الشرف ها الشرف قول الحق وصدق الوعد والترفع عن مواقف الحق
ملق ملق والنفاق معنيس كل نجس وحن قلبي كاجر أنا دتك أفكو وشيكتو قارم فرنت هاي فاد مدموس واي وحي فرنت هاي كلية أيه ذا فاهم أنت لحظة نوفرنت هاي لما تكون نوفرنت هاي أوقاف لكن قارم فرنت هاي لحظة بس حسكي اللي بننا هذا وبالله توفيق انت هاي نوجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.